والقنطره الاسبانيول هذه فين هي؟ ها هي مغطيه دابا، هي مغطيه مع الاستعمار. الحديد القنطره كامل تباع 70 طن ولا 120 ولا 30 200 طن الحديد كامله تباعت، كامله تباعت. وحنا سيدي الغالب الله هانتوما بعينيكم دابا الحمد لله راه ناقصه راه كيطلع حتى الطوموبيلات. البنت ديالنا كان كيحماد في الدار، البيضات كيخسروا، ولادنا كيموتوا بالجوع. نلعب ما عندك فين تعطيها مرة. نلعب ما عندك فين تعطيها مرة. والقنطرة الاسبانيول هذه فين هي؟ ها هي ها هي مغطية دابا، ها هي مغطية مع الاستعمار. دنسنا هذا الحديد من 97 وهي طايحة، وحنا كنتكرفسونا في هذا الواد هنا، درنا القنطرة راه مانا تمشى، درنا قنطرة من غاد العواد مشات، مشاو كيمشيو لنا البوطات، كيمشيو لنا جميع الأشياء كتمشي لنا هنايا، وحنا كنغوتوا، ولكن شي حاجة اللي اعتقدنا حتى شي حاجة، هاد القواطس هادو اللي كندرنا دابا حنا هنايا شركة أوتوروت هي اللي عملت لنا هاد القواطس، وبغينا نحبسوا شركة هوار كيقول لك غتمشي للحبس. شركة هوار دي جي في جات تخدم هنايا، جات هنايا كدوز عليهم، جات دارت تيما مرة الطريق محط حتى يما كاملة، ولكن اللي نزع عليهم مرة نهائيا. الحديد القنطرة كامل تباع 70 طن ولا 120 ولا 30 200 طن الحديد كاملة تباعت، كاملة تباعت. الحديد القنطرة كامل تباع، هذا الشيء كامل مغطين عليه. وحنا سيدي الغالب الله هانتوما بعينيكم دابا الحمد لله راه ناقصة راه كتلحق حتى الطوموبيلات، حتى الطوموبيلات كتلحق، الأرض كاملة مدقدقة. شركة هوار كاملة هرستها، ولكن اللي هضر عليها مرة نهائيا، ما كاينش اللي هضر عليها مرة، وحنا هنا محصورين، من اللي كانوا محصورين، تجات هاد الشانط هذا عاد نروحوا القنيطرة، كنا كنبقاو في الجزيرة هنايا، ولكن اللي بقى فينا مرة نهائيا، مرة نهائيا. البنت ديالنا كان كيحماد في الدار، البيضات كيخسروا، ولادنا كيموتوا بالجوع. ما عندك فين تعطيها مرة نهائيا، ودابا حنا محصورين. دابا خصنا في مين غادي تجي تمشي على الحاجه وتجي بحال الا هزك شي واحد بالتاكسي غيشدو المخزن عنده نقل سري لا كلمات ما كاينش الا هزنا شي واحد ودان على الحد اقول لك عنده نقل سري جميع الاشياء سيدي ما كاينش اللي كيديها فينا هنا مره نهائيه صافي حنا دابا كان عينا ما نغوتو في القياده عينا ما نغوتو هنايا عينا ما عباد الله كامله تقطع من اللي كتقطع الشانطي ومدقدق كامل ما كامل مدقدق من راس تلقى ولكن اللي مابقاش فيه ولكن اللي هادي فيه سيدي هو الغالب الله دابا كنطلبوا سيدي عدوا لنا القنطره وعدوا لنا الشانطي الشانطي دابا ماشي غاليين حنا عدوا لنا غير القنطره حنا قد حنا داك كنا عدنا غير البيسته كتمشى غير على البيسته عدوا لنا غير القنطره غير من عدو نجيب الخبز لولادنا حنا كنديو الحمير وكنديو البهايم وكنديو كل شيء متانسن عدوا لنا غير القنطره كنطلبوا غير من القنطره بعدا غير من عدو خمشيو على رجلينا المعاناة اللي كتعانيها المنطقة هذه ماشي غير دوار دار السيد من عدة دواوير من دوار دار السيد الحرش الحراريين شرعي الساعين حلوفة ولا السبيطة المنطقة هنا بكاملها الحافة كلهم هذا المقطع هذا جا ما بين أصيلة والحد غربية كيشكل مثلا ملي كيخرج هذا الواد هذا يومين ثلاث أيام يعني كيبقى الطريق مقطوعة حتى من الناحية ديالهم الضرر الأول ديال الطلبة اللي كيقراو عندي الإب ديالي البارح كي عنده كيقرا في المستوى البكالوريا ما مشاش كاين الابن ديالي اليوم كان عنده القراءه ما مشاش وهذا هو المشكل اللي كيشكل على كانت اكثر من هكا في العمال الماضيه ولكن ملي تربطت الطريق ما بين حد غربيه واصيله وقع المشكل ديال القنطره ما كايناش كيعمر الواد كتبقى يومين ثلاث ايام ولو الى سال اقتضى الحال ما تجبر ما لا من تخرج ولا لا بامراه توضع ولا برجل مريض ولا اي شيء ما تجبر ما كنطلبوا بالسلطات يعني المكلفات يعني تشوف بعين المكان هذا المعبر هذا ديال الواد المقطوع تشوف بينا بالعين الرحمه ديال الجميع من حق هذه الامه تستافد من هذه القنطره تكون هنا القنطره لان القنطره هذا الواد هذا كبير بزاف يعني راه وقعت فيه يعني عده اشياء ماشي مره ماشي جوج ولكن الان الحمد لله كاين حراسات ديال السلطات المحليه ديال القوات المساعده والدرك الملكي كيوقفوا هنا يعني ما كيوقع الحمد لله من طلع الطريق ما كيوقع حتى شي حاجه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.